كابتن مشتاق تبقى صورة الراحل، أنا أسميه رجل الإنسانية، هي اللقطة الأجمل دائما في ملاعبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول ألف رحمة ونور على قبره. أنا قدمت أكثر من لقاء قلت يعني مصطفى سعدون ركن من أركان نادي النفط الرياضي، وشو ما نسوي له هو قليلة، فقدناه احنا يعني خسارة، بس احنا ما نشوفه بالمصطبة أنا أحس بين مصطفى موجود. شوف أنا دائما هاي الصورة يعني قرار هي إدارية، قلنا مصطفى دائما بالمصطبة موجود، وحتى ملعبنا احنا وإن شاء الله قريبة هي السنة مالتين، نتمنى من رب العالمين أن نكفي يعني نكفي ونوفي ويا أهله. أهله ناس محترمين، عائلته أمه، بس كل هذا ما تفيد، احنا خسرناه. بس أنا أقول والله العظيم لحد هاللحظة كل جزء بالنادي موجود، يعني نشوفه كله ويانا، حتى بالسيارة من نروح بالزيارات وأي مكان مصطفى موجود. بس نقول هذا مشية رب العالمين، يعني نقدر هذا كل هذا. بس نقول خسرناه، نعم بالفعل خسرناه، بس في وقت سابق تحدثت مع العم أبو مشتاق بموضوع، قلت له هل ممكن أنه كم اقترح يتسمى ملعب النفط باسم الراحل؟ والله الحمد لله احنا ملعب الثاني ملعب مصطفى سعدون. يعني هسه هذا كل جت القنوات كلها المحترمه شافت احنا الملعب الثاني باسم مصطفى سعدون، واحنا عندنا حاليا تمثال العمل به، باي لحظه ان شاء الله يخلص ونجيب وسائل الاعلام كلها ونسوي مؤتمر، واتمنى من رب العالمين يعني جزء بسيط. شوف حتى القبر مالته هو مزار، كل ما تروح للنجف تلقى الناس ملتمه، لان هو قد هذا انسان نقي وقلبه ابيض، كل العالم وياه الحمد لله وشكرا. والله اليوم انا ابو احمد يعني من اجيت للملعب شهادتي يجري يعني تمارين الإحماء الحارس، يعني نفسيا انا حتى صار عندي ارتباك، لانه هذا الرجل انا عندي مواقف وياه، مواقفه الانسانيه كبيره جدا، لذلك ما يتملكني يعني الشعور من اتكلم وحتى ما اقدر اشاهد صورته، فمن شاهدته اذا يجري عمليات الإحماء يعني والله توقعت هو الله شاهد. والله استاذ ماهر يعني انت ما قدرت تحكي وياي والعبره داخلي، يعني ما نقدر يعني ام كره قدم تروح كره قدم كل شيء يروح، بس لما نفقد انسان اليوم ملاعبنا وخلال التمرين يعني والله العظيم انا ما اتكلم وياك احساس يعني ما اعرف شنو الاحساس اللي عندي، والله العظيم ما مالك نفسي حتى ما يروح لاهلي، يعني حتى ما يروح لاهلي انا يعني امه يعني ما يشوفني تقول انا اشوفك اشوف مصطفى، كل ما اروح انا ابكي لي ساعتين ثلاثه، حتى اهلي قالوا لي مو زين بعد تروح انت لاهلي لان تتاذى. كل هذا اقول الحمد لله والشكر اعطانا الله سبحانه وتعالى ان الحياه انا ابقى يعني خادم البيت مصطفى سعدون، الاهل شنو ما يقدر شغله بيها خير نقدمها لمصطفى سعدون.